اكتشف مواطن عراقي أن هناك عمود كهرباء يسرب الكهرباء قرب روضة أطفال في منطقة الداوي في بغداد، مما يشكل بالطبع خطراً على أرواحهم. فنشاهد. لك هاي اللافتة زين، لزمت التيل. طبعاً التيل حار. ليش حار؟ أنا هو اختصاصي شغلي. بعد ما جيت دا أفحص، طبعاً أنا لابس عازل ورد بالي أخذت الحذر، لأنه هذا التيل دا يسرب كهرباء، والتسريب مال كهرباء. بعد ما جيت وفحصت جبت الجهاز، هاي يعني. جبت الجهاز ربطت هنا بإير، ربطت هنا ويا عمود. مع الكهرباء ايش قد؟ 210 فولت. زين، وليك هياته هياته ضارب من هياته قدام الله ضارب ومهروش والعطش. اوكي، هذا التيل. طبعا هالشي كلش عادي، بس هنا أنا بصفها روضة، يعني الروضة يداومون بها اطفال وجهال ويطلعون هنا يركضون. طبعا كلها مدارس من هنا يجون من هنا يركضون، هذا يجي واحد يلزم باشر اكبر وينتل ويموت. الحل شنو؟ ما اعرف. واحد يقول تبلغ، هاي من يجي؟ زين، هاك شوف حتى هاي الابره ضاربها فوقي انا ما خروشي.